المزدلفة. عند غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام المزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه أن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن ذلك انصرافهم لالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا والصلاة أولى، واعتقادهم أن حصى الجمار لا بد أن يلتقط من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه. والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الانصراف إلى منى آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يأخذه من منى، ومن ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعندما يصل الحاج إلى منى يبادر بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرمي جمرة العقبة 7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصات، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.